برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بحضور العميد الدكتور محمد خميس العثماني مدير عام الأكاديمية ومعاونيه. كما ناقش المجلس سياسة هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف بحضور سعادة صلاح سالم المحمود رئيس الهيئة. تحت هذه القبة البرلمانية التي يناقش فيها أصحاب الرأي السديد والحكمة قضايا الوطن ليكونوا صوتاً للمواطن وحلقة وصل مع الحكومة، صادق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته السادسة التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر بحضور سعادة علي حميد السويدي رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بإعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية، بعد أن ناقش بعض الأحكام والقوانين المختصة بالشأن الأكاديمي بحضور العميد الدكتور محمد العثماني مدير عام الأكاديمية. بناء على المستحدثات في نظم التعليم والشهادات الممنوحة من قبل الأكاديمية للطلبة الموجودين الضباط، وكان هناك توسع فعلا في الشهادة وكيفية الحصول عليها من ناحية التطبيقية كذلك، ومن ناحية كذلك بعض البحوث وكيفية تحكيمها وكيفية الترقيات لبعض أعضاء الهيئة التعليمية في أكاديمية العلوم الشرطية. إضافة فقرة على قانون سابق، يعني إضافة بعض التعديلات في مشروع في قانون الخدمة المدنية والاحتياطية وقبول الطلبة في هذه الأكاديمية على شرط أن يكون هناك اجتياز الخدمة الوطنية والاحتياطية. وللحفاظ على موروث الإمارة ومخزونها التاريخي، تم مناقشة سياسة ومبادرات هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، ومن بينها بناء نظام موحد لإدارة الوثائق الحكومية وجمع أرصدة الأرشيف العام والخاص وتطبيق أفضل الممارسات لحفظ ذاكرة الشارقة، وذلك بحضور سعادة صلاح المحمود مدير عام الهيئة. تم التطرق إلى مواضيع كثيرة ومناقشات طيبة، منها مبادرات التاريخ الشفاهي والمقابلات مع الرواة وأبناء الإمارة لحفظ تاريخ الإمارة. طبعا الهيئة ترفع شعار لذاكرة تحفظ الغد، الحمد لله هذا الشعار أطلقناه في إمارة الشارقة للحفاظ على الموروث التاريخي. ما تقوم به الهيئة من مساعدة المجتمع في توثيق الوثائق القديمة، وأيضا إنشاء معمل، وهذا المعمل بدوره سيقوم بتعقيم والتعامل مع الوثائق القديمة. وفي ختام الجلسة أعلن رئيس المجلس أن الجلسة القادمة ستعقد في 5 مارس المقبل، وسيكون موضوعها مناقشة مشروع قانون لسنة 2019 بشأن التراث الثقافي في إمارة الشارقة. ناقشت الجلسة مشروع قانون أكاديمية العلوم الشرطية لتطوير العمل العلمي الأكاديمي، كما عززت جهود هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف للقيام بأدوارها في حفظ تاريخ الإمارة. لأخبار الدار، هدى سالم من مقر المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة.